الراهن السياسي صعب وصعب كثير. احنا اللي في حزب جبهة التحرير الوطني لا نؤمن ابدا باي احد مهما كان مهما كانت مسؤوليته انه تكون نيته صادقة في خدمة الجزائريات والجزائريين والدفاع على مصير الجزائريات والجزائريين من وراء البحار ومن وراء الحدود. اللي يحب يخدم البلاد وينتقد ويقول أفكاره الجزائر فيها 43 مليون راهم عايشين وفيها الشباب واعي راهو يعبر على حقوقه ويعبر كذلك على أفكاره اللي يمكن تساهم في البلاد. فيما يخص جانب العدالة نحيي الحراك الشعبي اللي اعطاها الاستقلالية مرة أخرى ونتركها تعمل في هدوء، وعندنا كل الثقة في قضاة الجمهورية الجزائرية وفي وطنيتهم أنهم يتصدوا لكل من يريد أن يخلخل أركان الدولة الجزائرية أو يلعب بمصير أبنائها.